مشاهدينا، وصلنا إلى المحور الأخير وأسئلة المشاهدين والمتابعين لإنترفيوز. بتبدأ معك دكتور مازن سويد. رنا بغدادي بتسأل: بعد تقرير موديز، هل نحن متجهين إلى انهيار شامل بكل القطاعات بلبنان؟ لا، نحن أولا اليوم في شلل لمعظم القطاعات أوريدي، يعني مثل ما قلنا الوضع الاقتصادي اليوم يعني مش بأزمة، بحالة كوما، بأكثر من أزمة. اللي بعده ثابت هو الوضع النقدي يلي هو ثبات سعر الصرف والحركة النقدية بالبلد، يلي هي اليوم لحالها عم تحمل وزر التعطيل السياسي وعدم وجود رؤية، وعم بيكون انعكاسه أكثر على الاقتصاد. بقى في دايكوتومي، في فصل ما بين اثنين، وخلينا نكون واضحين، ما في اليوم أنا برأيي خطر على الليرة، ولكن ايه في خطر على الاقتصاد، ونحن رايحين الى مزيد من الركود الاقتصادي، وبلا مزيد هيك اكثر من ركود، يعني من توقف الحركه الاقتصاديه اذا لم يتم تدارك من خلال الاصلاح المالي ومن خلال الاصلاحات الهيكليه لتبلش تخفف الضغط عن مصرف لبنان، لتقدر ترجع تخفض الفوائد للقطاع الخاص يرجع يقلع. سؤال مرتبط استاذ رشاد سمر منير: هل هناك خطه انقاذيه للوضع الاقتصادي اذا حصل تشكيل سريعا؟ طبعا هيدا عوامل بدنا تتواكب، يعني ما في الواحد يتامل حطينا خطه وخلص رح تمشي، هيدا شغل يومي انا بعتبره خصوصا بلبنان، انه بكل القطاعات يعني مضطرين يكون عندنا جهد، لانه من جمله القصص كمان ضوى عليها مازن انه الان اكاونتابيليتي، انه يعني بمؤسسه عامه خسرت، ما استقبلت الناس مزبوط، ما كان عندها فوائد، ما قدرت امنتهم الى اخره، هيدا عم نجي نهار اوكي، ما حدا لا ما في مساءلة، ما في اي دونك. الخطة هي اول شيء، في كتير ما بدنا نقول خطط، خطوات اكتر من خطة عامة هيك تكون فضفاضة، بدنا خطوات وممكن تتاخد على صعيد المالية العامة، على صعيد الادارة، على صعيد القطاع الخاص كمان، انه بيفلس واحد بيروحوا على المحكمة، لا طيب معلش طول بالك عليه، خلي يعني ما في حسم تسهيل القيام بالاعمال هذه. غيدا شكر: هل يؤثر تقرير موديز على سادر؟ لا، اللي عم يعني لناحيه انه المانحين او الخوف على القروض وال ما هي يعني رغبه المانحين انه بالمضي قدما، طبعا ان المانحين هذه قروض، والمانحين، وانا كنت باحدى المؤتمرات وكان وقتها احد المسؤولين الفرنسيين قال، كان كثير واضح انه هيدول قروض منهم هبات، ونحن لانه عم نعطيكم قرض بدنا نتاكد من ملائتكم الماليه انتم تقدروا تردوا لنا اياهم، وحيبعثوا فرق مراقبه للتنفيذ، وبالتالي مشان هيك كانت احدى الامور الاساسيه خفض العجز الى الناتج المحلي من 9.8% المحققة بالعام 2016 إلى 5% على مدى 5 سنين، وراح لبنان التزم انه عال بال 2018 بننزلها من 9.8 ل 8.8، راح طلعت ل 11.5 11%. وبالتالي ايه يعني اذا ضلوا هذا المنحنى المالي الخطير رايح بهالطريقة، يمكن يكون بعض المانحين ويكون عندهم رأي آخر، انه خلينا نحن عم نقولوا في مثل بالامريكي يو ثرو جود ماني افتر باد ماني، يعني عم نرمي مصرياتنا بسله مفخوته، هيدا بلد ما حيقدر لا يقلع ولا يرد لنا مصرياتنا، طبعا في خطر، بس بتخيل يعني لانه هيدي منا يعني اموال ممنوحه الا ما شاء الله، طبعا وهيدي بلدان ديمقراطيه في ال 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 في عندها برلمانات وفي عندها احزاب تسائل، وغير اليونان يلي هي مهد الحضاره الغربيه، يعني بلا يونان ما في حضاره غربيه، شوف شو عملوا فيها يعني يعني الالمان والفرنساويين ركعوهم، يعني روحوا يعني قالوا لهم بتروحوا نص القطاع العام حتى يقدروا يدينون، بس بهدف انه يستعيدوا نهضتهم، لانه كمان كان عندهم مشاكل طويله، لانه كان عندهم قطاع عام حاملوا القطاع الخاص بالزبط. بدل ما يكون العكس. باتريسيا سكاف: برايك كخبير اقتصادي، كيف يمكن للسياسيين المعنيين انه يماطلوا بهذه الطريقه بتشكيل الحكومه والبلد عشافير الهويه؟ هيدا متساؤلنا كلنا، من هيك كل ما يطلع خبرية انه مثلا بده ينعمل حكومة منصدقها، لانه ما ممكن واحد يكون بهال قلة يعني الالتزام والمسؤولية بهيك اوضاع،
يعني انت اوكي يمكن بتكون شاب بتتصرف باكلك، بتاكل، بتخبص الى اخره، بس لما تكبر بالعمر وبيبلشوا الامراض معك ما لك حق تستهتر بقى. طب واذا استمرت عمليه هذا الاستهتار او يعني الاستسهال الامور بهالشكل بيكون عندنا ازمه كبيره كبيره يعني من هيك. و وكل نحن عشنا ازمه بال 85 86 كانت ازمه على الاقتصاد، افتقار يعني افتقر اللبناني، تراجع الدخل الى ثلث مكان صار يعني، وهيدي كانت مرحله كثير صعبه علينا. وان شاء الله ما بنرجع نستعيدها. لين ديك بتسالك بعد القمه الاقتصاديه كيف يمكن القول او هل يمكن القول انه لبنان بات معزول عربيا، وكيف يمكن اعاده العرب بشكل جدي الى لبنان؟ طبعا يعني هي القمه كانت اقل من التوقعات، وطبعا يعني كل الجدل اللي صار قبلها وغياب الحكومه، حكومة فاعلة لم يكن يعني مثل ما بقولوا مجدي ولم يكن مساعد. هلا حضور قطر يمكن انقذ ماء الوجه مثل ما بقولوا، وهذا الدعم اللي عملته ادى الى هلا حديث بعد بدافوس من وزير الماليه السعودي وهون، وبعد كمان الاخوه القطريين انه الكويتيين انه لبنان غير متروك وغير كمان حصل في انشاء الصندوق اللي اقترحته الكويت على السير، الصندوق التكنولوجي واقتصاد الرقمي، وحطت الكويت فيه 50 مليون دولار واقترحت انه يكون 200 مليون دولار ايضا. هذا اداه ممكن يساعد خصوصا الشباب و ليك انا كل شيء في صناديق عربيه وهذا منك مقتنع فيها. استاذ رجاء مريم ابراهيم، تراجع لبنان من مستقر الى من فئة B3 إلى CAA1 يعني من البراكت 2 لـ 3، يعني أننا متجهين على المستوى الشعبي إلى المزيد من الطالة والفقر. مش التصنيف اللي بده يرجعك، بس التصنيف بس مؤشر على أنه طبعا تصنيف انبنى على ضعف الاقتصاد. يعني فعليا اليوم يمكن نقديا نقدر نخلص حالنا، وعم تجي ضغوط مالية العامة على النقد تهلكوا اكثر شيء، بس انا بشارك كمان مازن انه اهم شيء الاقتصاد. خي ما فيك اليوم بدك تعمل اقتصاد مش دين او تاجيل الدين هو رح يوظف الى اخره، لانه حتى التوظيف بالقطاع العام نحن ما بقى من يعني من حبزه خالص، بالعكس عم ننتقل والاقتصاد عم يصغر وهو ساند القطاع العام. يعني ما فينا، لانه الخوف مثلا نذكر انه اليوم ضرائب جديدة على ما الاقتصاد كتير، حتى بيقول لك تهرب الضريبة بدنا نحصله، حتى تحصيل الضريبة التهرب الضريبة هذا اقتطاع من الاقتصاد، لانه اليوم التهرب عم يرجع يدخل بالاقتصاد. عم لاحظ دكتور مازن انه الاستاذ روجيه مع الفساد يعني بده يدخل لا مش هو عنده نظرية انت بهالموضوع لا فعلا انا حقيقه هي هاي النظريه يعني نظريه علميه، بس انه قد ايه هي فعلا قد ايه بيدخل، وان كان هذا موضوع جدلي، بس قد ايه بيدخل الاموال الفساد او التهرب الضريبي، لانه بتدخل على سوق سوداء، بس قد ايه بتفيد الاقتصاد الفعلي؟ هلا احنا بلبنان في بارلل ايكونومي، يعني في اقتصاد اندر جراوند كثير كبير موازي كثير كبير، وطبعا يعني التهرب الضريبي هو احد المشاكل الاساسيه. لو تشوف قد ايه في شركات مثلا مصرحه عن التبقى، وقد ايه في شركات مبينه فوق ماكنزي بيحكي عن 5 مليارات. اي بس انا برايي هيدا كله بينعمل مثل ما بيقولوا في مثل امريكي انه انت بتزرع لما الشمس طالعه. هيدا كله بينعمل لما تكون انت بوضع اقتصادي سليم. ما فيك تجي انت اليوم تجرب تفوت هيدا الاقتصاد الموازي بالاقتصاد الشرعي بوقت نسبة النمو 0% او 0.5%. وفاء دياب، لحتى الان ما شفنا انجاز اقتصادي. انا عم بحاول نقل اسئلة يعني لانه المتشابهة، لانه نظرا لضيق الوقت، يعني لحتى الان ما شفنا انجاز اقتصادي واحد. هل توافق بعهد الرئيس ميشيل عون، وهل تعتقد انه الفترة المقبلة من العهد سيكون فيها انجازات على مستوى الاقتصاد؟ بتخيل انا قلت انه احد المسائل اللي انا كتير استغربتها انه بالعام 2014 و15 و16 حتى انهاء حاله الفراغ كنا مفكرين انه جزء كبير من الاقتصاد السيء
مرتبط بالشلل السياسي تبع المؤسسات، غياب رئيس وعدم قيام انتخابات وعدم قيام حكومة وحدة وطنية. صار هذا الموضوع سنتين والوضع الاقتصادي ما منكمش وعم يتراجع، بدي حمل الرئيس ميشيل عون، صار في انجازات بعهده بدون شك، الوضع الامني، انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللي لي شرف ان يكون مثل المصارف فيه، سادر يعني كلها، بس ما عملتوا شيء بعد لحد هلا بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي. لا احنا شاركنا، عم ينقال انه مجرد عم تعملوا يعني لقاءات ووداعات وما اعطيتوا شيء مثل ما كان معول على المجلس الاقتصادي. ما بدنا نظلم المجلس الاقتصادي الاجتماعي، هو مجلس استشاري بتحول له الحكومه سؤال وينظر الى بهذا السؤال وينتج رأي، والسؤال اللي حولت لنا إياه الحكومة أنتجنا رأي فيه. بالعكس، المجلس الاقتصادي الاجتماعي رئيسه دعا كل الأحزاب إلى حوار داخله وأنتجوا ورقة سلمت إلى المعنيين عن كيفية مقاربة موضوع الإصلاح المالي بطريقة ما تخلق أي يصير في مزايدات بين الأحزاب. وأيضا أنا شخصيا والرئيس شارل عربيت كنا مشاركين بالستيرينج كوميتي باللجنة التوجيهية تبعت دراسة ماكنزي، وتخيلكمنا بعمل لا بأس به بأن صوبنا هذه الدراسة لناحية أنه تركز على القطاعات الانتاجية وتقلنا كيف ممكن نكون بالمدى المتوسط نقدر ننوع صادراتنا، لأنه في مسألة أساسية على المدى المتوسط سيدي العزيز، ما في ضلوا لبنان بلد يستورد 19 مليار ويصدر 3 مليار بأفضل الظروف، وبالتالي عندك عجز بين ميزانك التجاري 17 مليار بحاجة يولي يتواجدوا نقد قطع أجنبي لحتى تقدر تعايش مثل ما أنت عايش. البلد كله مادد بساطه أكثر من إجريه، مش بس القطاع العام، القطاع الهاوزولد يعني قطاع الأسر. هذا العقلية المنتاليتي، وهذا اليوم ما كنت رأيك بأداء المجلس الاقتصادي الاجتماعي أستاذ رجيب؟ ما هني ما في مش لازم يكون عندنا أوفر إكسبكتيشن، لأنه هيدي مؤسسة أصلاً منا مؤسسة تنفيذية ولا استشارية، أوقات بتبادر هي كمان بمشاريع أو ببعض الاقتراحات بتاخد فيها الحكومة ولا ما بتاخد فيها، بتخلق. برجع بقولك نحن اليوم مش عايزين أجواء أفضل من اللي عايشين فيها، يعني هيدي المؤسسة اليوم وتنميتها بالشكل الجديد اليوم من بعد ما انقطاع 12 سنة، هيدي مؤسسة مهمة بدك تزيد مؤشرات، يعني ما في شغلة وحدة تعمل كل الشيء مطلوب. يعني سلام عبد الواحد، هل تنهار الليرة وتتأثر بشكل دراماتيكي بسبب الإشاعات المستمرة بهذا الخصوص؟ يعني هل حركة الإشاعات لأنه قال الحاكم بهذا الخصوص قال إنه في تحريض فظيع على الليرة؟ في تحريض، يعني مثل برجع بقول لك الواحد الجسم الضعيف دغري لبيس يعني بيصير اليوم بده ينعطى طبعا، وهذا اللي بخط الشق اذا بدك هيك الاخبار والاشاعات والهيدي، هيدا شق بيدل على ضعف الاقتصاد. انت اليوم ما بيجي بتشوف واحد ضعيف بتبلش تتمرجل عليه، بس لما يكون الواحد قبضاي قد ما تقول بدي اضربه بدي ما منا، اليوم اقتصادنا فعلا معرض، واذا سكتنا ما بيتحسن وبنتفاجأ، لانه عندنا شغله كمان خطره على الاقتصاد، عندك عوامل خارجيه ممكن ما بتعرف باي لحظه بتوجعك بتضربك. يعني نحن بناخذ وقت الرئيس حريري صار معه المشكل بالسعوديه، كل الاقتصاد كان تعرض لشيء، يعني إذا حرب داخلية بسوريا ما مش الحال إلى آخره، يعني في كتير عوامل ضعف ممكن دغري تضرب لك بشكل كتير قاسي الاقتصاد. شكرا لك أستاذ رجاء ملكي المستشار الاقتصادي، شكرا لك دكتور مازن سويد الخبير الاقتصادي، بشكر أيضا مستشار رئيس الحريري النائب السابق عمار حوري كان معنا بالجزء الأول من هذه الحلقة. بعتذر من المشاهدين على الأسئلة اللي ما قدرنا نقطعها، قطعنا قدر المستطاع، وأنا بلقاكم الأسبوع المقبل 9:30 مساء بتوقيت بيروت على شاشة تلفزيون مستقبل، ابقوا معنا.